أعزائي طلبة وطلبات الصف الثاني الإعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا درس جديد النهاردة، ثالث درس في الوحدة الأولى بعنوان عهد الطفولة. بيتناول معنا مرحلة مهمة جدا من مراحل عمر الشاعر، وهي مرحلة الطفولة اللي أسهمت بشكل كبير جدا في تكوينه وسعيه وراء طلب العلم اللي حبه جدا منذ مرحلة الطفولة. لم تكن مرحلة الطفولة تعني الشاعر بلهوها ولعبها ومتعها، ولكن حبه للعلم في هذه المرحلة جعله يرتحل طلبا للعلم ويتزوج من زاد العلماء وأعجب بهم إعجابا كبيرا. تعالوا نستعرض مع بعض أحداث النص ونرجع تاني. تعالوا نستعرض مع بعض أحداث النص ونشوف، هنقرأ كله الأول مرة واحدة وبعد كده نقطعه كده إيه 200 200 أو 3 3 وناخد معانا مفرداتهم وناخد مظاهر الجمال اللي فيهم وإزاي نشرحهم وإزاي بتجن عليهم الأسئلة. الموضوع سهل وبسيط. بيقول إيه عمك عبد القادر القصاب؟ عهد الطفولة لا يبارح بالي، بل لا يغادر خاطري وخيالي. لا، ما حننت إلى براءة لهوه، لا، ما ذكرت تبختري ودلالي. ما كنت أطلب في مداه مكاسبا من مغنم فان ومربح مالي، لكن رأيت العلم نورا ساطعا متألقا في عالم النفضالي. شدت لشعلته الرحال برغبة للاقتباس، لذا شددت رحالي. فإذا أنا كفراشة بهرت بما قد أبصرت من هيبة وجلالي، فقبضت إيمانا وحبا صادقا بالمرتجى، والشعر كان مجالي. ايه ده يا عم اللي بتقوله ده؟ ايه ده صعب ده ولا ايه؟ لا والله مش صعب ولا حاجة، واحدة واحدة كده بس. ايه، هنقسم الشعر اللي عندنا، القصيدة اللي عندنا لأفكار. الفكرة الأولى بتقول ايه؟ ذكريات الطفولة لا تنسى، صح ولا مش صح؟ نقعد نفتكر كده، أما كنت في الكيجي وأما كنت في ابتدائي، حاجات جميلة. نقول ايه يا عمنا؟ عهد الطفولة لا يبارح بالي. نقول كده مع بعض، قول معايا أو قول ورايا علشان برضو نعرف نقرأ بطلاقة. عهد الطفولة لا يبارح بالي، بل لا يغادر خاطري وخيالي. لا، ما حننت إلى براءة لهوه، مش لا ما حننت دي كلمة واحدة، لا دي كلمة، لا ما حننت إلى براءة لهوه، لا ما ذكرت تبختري ودلالي. يعني إيه الكلام ده؟ عهد الطفولة، كلمة عهد يعني زمن. الطفولة طبعا عارفينها خلاص، مرحلة الطفولة. لا يبارح يعني لا يفارق ويترك، بالي يعني خاطري، ما بنساش دايما أو أبدا مرحلة الطفولة. بل لا يغادر خاطري يعني قلبي، ما بيسيبنيش أبدا، دايما فاكر الحاجات اللي ولا يوم من أيام كيجي، ولا يوم من أيام ابتدائي، ولا يوم من أيام أولى، يعني هي المرحلة اللي أنا كنت فيها صغير ومتدلع بقى، باخد المصروف والحلويات وزن شوية، طب خد على يا حبيبي اللي أنت عايزه، عارف الجو ده بتاع مرحلة الطفولة الحلوة دي، وأقعد أزن على ماما وأزن على بابا لغاية لما يجيبوا لي اللي أنا عايزه وأبقى كده مبسوط. طب وبعدين؟ يقول لي لا، ما حننت، ينفي، إلى براءة لهوه. إيه ده؟ مش هو ده اللي كان بيفتكره؟ مش ده اللي بيحن ليه؟ براءة واللهو واللعب والدلع لا مش هو ده. أمال بيحن ليه؟ احنا قلنا ايه كلمة يغادر؟ بمعنى يترك. لا، ما حننت يعني ما اشتقتش إلى براءة لهوه اللي هو اللعب. لا، ما ذكرت تبختري ودلالي. تبختري يعني ايه؟ عارف الواحد ماشي معجب بنفسه بقى، انا ماشي مع بابا راح يوديني الملاهي، ماشي مع ماما هتجيب لي هدوم العيد، جده اخدني يجيب لي حاجه حلوه، واللعب بقى والجمال والدلع ده. طب مش هو ده اللي ذكره الشاعر؟ طب مش هو ده اللي بيحصل اصلا في مرحله الطفوله والناس بتقعد تفتكر الكلام ده، والحاجه الحلوه والشوكولاته والعصير والبونبوني والهدايا ولعب الاطفال طب هو ده اللي احنا بنفتكره في مرحله الطفوله بتاعتنا؟ لا مسؤولية بقى ولا حد بيقول لي كاني ولا ماني، ودلع نفسك بقى. طب امال الشعر بايه؟ قال لك هي مرحلة الطفولة دي حلوة وجميلة، بس مش هو ده اللي انا كنت ايه بفتكره. امال انت في ايه يا عم؟ بيحن الشعر للطفولة وبرائتها ويتذكر محاسنها
طب حاجة حلوة، طب امال انت ايه بقى؟ لم يتذكر اللعب واللهو، وانما تذكر ايه؟ حبه للعلم وطلبه ليه. يبقى هنا عم الشاعر مش زي بقية الاطفال بقى اللي هم بيحبوا اللعب واللهو والتذكر والدلال والهدايا، لا ده هو هنا بيتمنى يرجع لمرحلة الطفولة وبيحن لها تاني عشان حبه للعلم وطلبه للعلم. التعبيرات الجميلة اللي عندي في البيت الأول والثاني بيقول لك عهد الطفولة لا يبارح بالي ولا يغادر. ده بيدل على إيه؟ التعبير يدل على حنين الشاعر لأيام الطفولة وارتباطه به، زينا كلنا بنحن لأيام الطفولة والارتباط به، كل ما تكبر شوية فالمسؤوليات بتزيد تقول ولا يوم من أيام ما كنت عيل. لا يبارح يعني لا يغادر، طب ما هو هنا قال لي لا يبارح وبعد كده قال لي لا يغادر، يبقى في بينهم ايه؟ ترادف. الترادف ده بيعمل ايه؟ بيؤكد حنين الشاعر لايام الطفوله، يبقى كلمتين شبه بعض ورا بعض مترادفين يبقى ده للتاكيد. بالي خيالي، شفت الايقاع الموسيقي ده؟ بالي خيالي بينهما ايه؟ ايقاع موسيقي بيطرب الاذان. ما ذكرت ما حننت، يا ذكرت حنان، يبقى الترادف يدل على بعض زي ما قلنا من فوق التوكيد واعتزاز الشاعر بذكريات الطفوله. طب تكرار النفي هنا، ما ذكرت دي نفي، ما حننت دي نفي، التكرار بيعمل ايه؟ اي كلمه اي تكرار زي ما قلنا من شويه للتاكيد على الفكر. سهل كده. تبختري دلالي، العطف يدل على السعاده، تبختري ودلالي دلع يا عم سعادة بأيام الطفولة. ما حننت ما ذكرت للسائلين من شوية، ترادف بيدل على اعتزاز الشاعر بحمله ذكريات الطفولة بداخله، لسه جواه وعايش جواه ذكريات الطفولة. بيجي يقول لي أي التعبيرين أجمل، لا يبارح بالي ولا لم يبارح بالي؟ الاثنين نفي، بس قال لك الأجمل الأول لأنه بيفيد استمرار النفي. لا يبارح يعني مما يعني استمرار حنيني للطفولة، أما لم يبارح فتنفي الحنين في الزمن الماضي، لك لم يبارح ده كان زمان، إنما لا يبارح ده استمرار على طول، ماضي ومستقبل وقدامه وفي أي وقت. وضحت؟ يبقى لا يبارح ده استمرار، إنما لم يبارح ده استمرار فين؟ في الزمن الماضي. طب يبقى مين الأجمل؟ لا يبارح بالي. الفكرة الثانية قيمة العلم بالنسبة للشاعر، بيقول إيه في البيت الثالث؟ ما كنت أطلب في مداه مكاسبا، قول من مغنم فان ومربح مالي، السامع، لكن رأيت العلم نورا ساطعا متألقا في عالم نفضالي، شدت لشعلته الرحال برغبة للاقتباس لذا شددت رحالي. لا ما يغرقش الكلام بقى وتقول لي كلام تقيل وصعب، لا واحدة واحدة كده هنفك طلاسم كل الموضوع، بمجرد انك عرفت معاني الكلمات خلاص هتعرف الشرح وهتعرف مظاهر الجمال وكل حاجة. ما كنت أطلب في مداه مكاسبا، مداه يعني آخره وغايته، ما هات مداك يعني هات آخرك البلد كده، يبقى مداه آخره. ما كنت أطلب في مداه مكاسبا من العلم يعني، من مغنم فان ومربح مال، مغنم يعني مكسب، فاني اللي هو الهالك والزائل، عارف في عند حاجات كده يقول لك دي حاجات باقيه وفي حاجات زائله، يعني الفلوس زائله ولا باقيه؟ زائله. لما الاخلاق باقيه، العلاقات الطيبه باقيه، يبقى اي شيء مادي الى زوال الى هلاك، يبقى فاني يعني هالك أو زائل اللي عكسها خالد أو باقي، من مربح يعني مكسب اللي عكسها خسارة. بص كده الثلاث كلمات دول، مكاسب، مغنم بمعنى مكسب، مربح بمعنى إيه؟ مكسب برضه. لكن رأيت العلم نورا ساطعا، رأيت العلم نورا ساطعا يعني منيرا متألقا لامعا ظاهرا، نور اللي عكسها مظلما معتما، يبقى كيف رأى النور؟ كيف رأى العلم؟ آسف، رأى العلم نورا ساطعا متألقا في عالم، كلمة عالم يعني مجتمع جمعها عوالم، مفضالي يعني كثير الفضل، شدت لشعلته الرحال،
شعلة العلم اللي هي نور العلم يعني الرحال، خلاص هنطلع بقى نسافر برغبة، يعني رايح بمزاجي بخطري مش غصب عني، محدش جابرني قوم عشان تروح المدرسة، مش قايم انا ماليش مزاج النهارده، لا ده سافر الراجل، شوف الراجل يلا عشان نتعلم فين؟ هطلب العلم في سافر بلد تانية عشان يشوف العلماء ويتعلم منهم ويسعد بيهم برغبة وليس بكره. للاقتباس، يعني ايه اقتباس؟ يبقى شدت لشعلته، يعني تهيأت لشعلته الرحال اللي هو كل ما يعد للرحال، ركب جمل بقى، ركب سيارة، ركب طيارة، ركب قطار، لشعلته الرحال لنوره جمعها شعل برغبة، يعني بإرادة اللي عكسها نفور. ليه؟ للاقتباس، يعني الأخذ والاستفادة. لذا شددت تهيأت وتجهزت رحالي، أمتعتي بقى وشنطي وكتبي وهدومي وأدواتي اللي أنا هاخدها في رحلة التعليم. لم يطمع الشاعر في طفولته في مكاسب مادية فانية، اللي هو شرح البيت الثالث، ما كنت أطلب في مداه مكاسبا، اللي هو لم يطمع في مرحلة الطفولة دي في أي مكسب مادي فاني، يعني مش طمعان بقى في حتة شوكولاتة ولا لعبة ولا فسحة ولا أكلة ولا عزومة ولا خروجة ولا لا 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 ولا في كلام، مش ده ما كانش في دماغه أصلا، مش ده اللي كان بيحبه، مش ده اللي كان بيطمع فيه، كل دي بالنسبة له كانت مكاسب مادية. إنما في مرحلة الطفولة حصل إيه؟ أدرك الشاعر منذ طفولته قيمة العلم، فرآه نورا في عالم يقدر العلم والعلماء، شاف إن العلم ده حاجة مفيدة جدا، كأنه نور بيقدره، المجتمع اللي عايش فيه بيقدر العلم والعلماء. طب عمل إيه؟ ارتحل الشاعر حبا في العلم ورغبة في الاستفادة منه. ده شرح مبسط للثلاث أبيات اللي عندي، الثالث والرابع والخامس. سهل الموضوع؟ سهل الموضوع. تعبيرات الجميل عندي بقى، بقول لي ما كنت أطلب في مداه مكاسبا، ما كنت ده أسلوب نفي، بيوضح براءة طفولة الشاعر من المكاسب المادية الزائلة، إن دي ما كانتش بتهمه، يبقى براءته إن المكاسب المادية الزائلة زي ما قلنا من شوية لم تكن تعنيه أو تهمه. ثلاث كلمات اللي قلنا عليهم من شوية، مكاسبا، مغنم، مربح، كل دي جات نكرات ليه؟ للعموم والشمول، أي حاجة بقى. طب والترادف زي ما قلنا برضو بيؤكد المعنى، يعني أي مكاسب، أي مغنم، أي مربح ممكن يجي، يعني زي ما تقولوا بالبلدي كده أي مصلحة تيجي من أي حد، لا مفيش الكلام ده، مش في دماغي فعلا. ثاني، توحي بتفاهة المكاسب المادية، أي مكسب هيجي هو بالنسبة للشاعر مكسب ثاني بقى تافه، حاجة ملهاش لازمة. رأيت العلم نورا، تشبيه للعلم بالإيه؟ بالنور الذي يبدد الظلام، سهلة دي. برغبة، توحي بحب العلم والارتحال لطلبه، ورايح بمزاجه زي ما قلنا من شوية، برغبته، بحب، بإرادته. شددت رحالي، توحي بقوة العزيمة والاستعداد لطلب العلم، جهزت حاجتي، عند عزيمة، عند قوة، أنا مستعد إن أنا أتعلم. شدت لشعلته الرحال، تشبيه للعلم بإيه؟ بالشعلة، يدل على قيمة العلم وأهميته. أي التعبيرين أجمل؟ رأيت العلم نورا أم رأيت العلم مفيدا؟ قول أنت بقى. أيوة، طب ليه؟ الأول أجمل، لأنه شبه العلم بالنور، ده ينور. شدت لشعلته الرحال برغبة أم شدت لشعلته الرحال برهبة؟ يعني برغبة يعني بحب ولا برهبة يعني خوف؟ قول. أيوة كده، برغبة. الأول والتعبير الأول ده هو الأجمل، لأن طلب العلم لابد أن يكون عن حب ورغبة وليس عن كره وخوف. فكرة الثالثة، ثمرة طلب العلم. الرجل ده لما شد رحاله وسافر وقابل ناس وتعلم، ايه اللي حصل؟ ده اللي هنشوف. فإذا أنا كفراشة بهرت بما قد أبصرت من هيبة وجلال، مش سامع، أيوة كده قول وراي عشان تعرف تقرأ. فإذا أنا كفراشة بهرت بما قد أبصرت من هيبة وجلال، فقبست إيمانا وحبا صادقا بالمرتجى، والشعر كان مجالي. فإذا أنا كفراشة بهرت، بهرت يعني إيه؟ دهشت،
عارف اما الفراشه كده لما تشوف شويه نور انت منور النور ولا مولع نار كده في حته ضلمه تلاقي الفراش جاي يجري عليها بينجذب ناحيه النور، مبهور مدهوش من اللي هو شايفه. بما قد ابصرت، يبقى شبه نفسه بالفراشه، بما قد ابصرت من هيبه، ابصرت يعني راى الهيبه اللي هي العظمه والجلال، الجلال يعني العظمه برضو، يبقى في ترادف للتوكيد. فقبست ايمانا وحبا صادقا، قبست يعني ايه؟ اخذت، اللي عكسها تركت. ايمانا اللي هو التصديق، يقول لك انا مؤمن يعني مصدق، يبقى عكسها انكار. بالمرتجى حبا صادقا يعني حقيقيا، المرتجى اللي هو ارجوه، اللي كنت بتمنى ان انا احصل عليه او برجوه. والشعر كان مجالي يعني ميداني، اللي جمعها مجالات. شفت بقى موضوع معاني المفردات سهلة ازاي، ولما اعرف معاني المفردات اشرح بقى اي حاجة. بيت السادس، انبهر الشاعر من هيبة العلماء وعظمة العلماء وعظمة العلم. فأنا كفراشة، شبه نفسه بالفراشة اللي بهرت، انبهرت واندهجت من هيبة وعظمة العلماء، نفسه يبقى واحد منهم. طب عمل ايه؟ اخذ الشاعر حب الصادق والإيمان، وكان الشعر هو المجال الذي برع فيه. يعني الرجل ده تعلم إلى أن أصبح إيه؟ شاعرا. من التعبيرات الجميلة اللي عندي، فإذا أنا كفراشة، شفت بقى أنت هتشرح لوحدك أهو، تشبيه الشاعر نفسه بليه؟ بالفراشة، ده بيدل على براءة الطفولة، ويوحي أيضا بإيه؟ بقيمة العلم وهيبة العلماء. هيبة وجلال، قلنا من شوية ان ده ترادف يؤكد المعنى، تكرار يعلم الشطار. فقبست حبا وإيمانا، تصوير للإيمان والحب، وما دي أشياء مادية ولا معنوية؟ معنوية. طب شبههم بإيه؟ بأشياء مادية يستفاد منها. طب العطف، الإيمان والحب يفيد التنوع، عارف زي إيه؟ لما رحت السوق جبت إيه؟ جبت لحمة وفراخ، جبنا، كل الكلام ده يعني يفيد التنوع. تنكير إيمانا وحبا يفيد التعظيم، حاجة جميلة عظيمة. طب حبا صادقا، تصوير الحب بإنسان صادق، شفت إزاي؟ الشعر كان مجاهي، يوحي بتقدير الشاعر للشعر واعتزازه به، حب الشعر عشان كده تخصص فيه وبقى شاعر. ما كنت أطلبه، يوحي ببراءة الطفولة، ما كنتش عايز والله، بس هما يعني اشتغلت كده، حبيت الموضوع فاتعلمته. أي التعبيرين أجمل؟ فقبست إيمانا أم فآمنت إيمانا؟ إيه؟ جاوب بقى، خلاص عرفنا. قال لك الأول أجمل، فقبست إيمانا. ليه؟ لأن في تصوير للإيمان بالقبس المضيء أو النور المضيء. ما المقصود بشدة لشعلاته الرحال؟ أسئلة بقى اللي احنا ممكن إيه تجينا. المقصود الارتحال والسفر لطلب العلم. عارف واحد يقول لك ايه، شد الرحال يا سيد، يا شد الرحال يعني ايه؟ كان بيجهز زمان الرحال، كانت الركوبه الجمل او الحصان يشد، يحط عليه الاشياء بتاعته البردعه، ويحمل عليه الحموله بتاعته علشان يمشي، يربطها عشان يمشي. نفس الحال دلوقتي تيجي تسافر على السياره مثلا او العربيه، بتحط عليها شنطتك وتربط من فوق، يبقى اسمها شده الايه؟ الرحال. يبقى المقصود هنا السفر لطلب العلم. ما الذي لا يبارح خيال الشاعر؟ اللي مش قادر يسيبه؟ عهد الطفولة وبراءتها. على ما يدل حنين الشاعر إلى الطفولة؟ يدل عليه، على براءة الطفولة. شفت بقى الأسئلة جت سهلة إزاي؟ كل الأسئلة نعرف إحنا نحلها. ماذا كان يطلب الشاعر في طفولته؟ كان بيطلب إيه؟ بيطلب العلم، لأنه ما كانش حن للعب ولا لهو ولا حاجة، لا ده هو كان حان لطلب العلم. كيف رأى الشاعر العلم؟ ايه اللي متابع؟ رآه نورا ايه؟ مضيئا في عالم يقدر العلم والعلماء. ما الذي قبسه الشاعر في ارتحاله؟ قبس ايه؟ اخذ ايه؟ العلم والحب والايمان الصادق، واستفاد من العلماء. على ما يدل ارتحال الشاعر لطلب العلم؟ طيب ده سافر وتابع عشان يتعلم، ده بيدل على ايه؟ على حب الشاعر للعلم وبراءته من الأطماع المادية. مش عايز أي ماديات، لا أنا عايز العلم. ما المجال الذي برع فيه الشاعر؟ السؤال سهل، برع فين؟ في الشعر.
ما الذي بهر الشاعر اول ما شاف كده؟ ايه اللي دهشه؟ كلمه بهر يعني دهش. بهر الشاعر عظمه العلم وهيبه العلماء. كيف حقق الشاعر امله؟ حققه بالعلم والايمان والحب الصادق، فبرع في مجال ايه؟ في مجال الشعر. في مطلع القصيده موسيقى، ما مصدرها وما اثرها؟ قلنا شويه راجع على اللي فات. مصدر الموسيقى بين شطري البيت الاول اللي كان بيقول ايه؟ بالي خيالي. فاكر قلنا بيعمل ايه؟ بيطرب الاذن في موسيقى كده ويلفت الانتباه. الى ما يحن الشعر، او ما محاسن فتره الطفوله لدى الشاعر؟ سؤال بيجينا على شط، يا اما كده يا اما كده. السؤال ده مهم، خلي بالك. الى ما يحن الشعر، او ما محاسن فتره الطفوله لدى الشاعر؟ من محاسن فتره الطفوله اللهو البريء والتمتع بتلك الفتره وجمالها. تاني حاجه، عدم سعي وراء المكاسب الفانيه للدنيا. تالت حاجه، يعيش خالي البال من المتاعب. وده فتره الطفوله، لهو بريء انه ما كانش بيسعى وراء مكاسب فانيه، انه يعيش خالي البال من المتاعب. كيف راى الشاعر طفولته وماذا وجد فيها؟ راى فيها ايه؟ راى الشاعر طفولته من منظوره الخاص، من وجهه نظره هو يعني، طبعا غير كل واحد له وجهه نظر، يعني مش كل واحد طفولته زي التاني، بس من وجهه نظر الشاعر ان تلك الفتره التي نعم فيها براحه البال واقبل فيها على العلم بعقل صاف ملائكي منزه عن الماديه المفرطه المهلكة. الراجل ده كان عايش في راحة بال، أقبل فيها على الايه؟ العلم بعقل صافي، مش دعوة بلا مشاكل ولا مسؤولية ولا أي حاجة ولا ماديات ولا أي شيء من الأشياء الايه؟ الفانية. لما اشتاق الشاعر إلى طفولته؟ برضو أسئلة ممكن بتيجي جابتها شبه بعض بس بشكل مختلف، خلي بالي من الحاجات دي، نجمع الأسئلة دي والله من كل مكان. اشتاق الشاعر لمرحلة طفولته ليه؟ لأنه نعم فيها بالسعادة الحقيقية في تقديره لقيمة العلم، وليتخلص من كل واقع مني. هنقول له لأنه شعر فيها بالسعادة أو لتحصيل العلم، هي الفترة دي اللي كان عايش فيها البال، نفس السؤال اللي فوق اللي عايش فيها خالي البال وتفرغ فيها لطلب العلم. لماذا يشتاق الناس إلى مرحلة الطفولة؟ كل واحد فينا بيشتاق لمرحلة الطفولة، كل واحد فيكم هتلاقي إجابة غير التاني. ومش لازم نبقى على فكرة وجهة نظر الشاعر، والشاعر بيتكلم من وجهة نظره هو، من منطلقه هو، بيشتاق لمرحلة الطفولة عشان كده خطر العلم. طب كل واحد فينا بيشتاق لمرحلة الطفولة ليه؟ بص يا سيدي، في سببين. من الناس من يشتاق لمرحلة الطفولة لذكرياتها الجميلة. واحد كده بقول لك دلع ولعب وخروجات وفسح التي تحملها من حيث البراءة والطهر. كنا بريئة كده والناس جميلة وبتحب بعض ونخاف على بعض، بالك ونروح بقى ولبس العيد ونصلي العيد ونسهر ليلة العيد ونخرج ونتفسح وشم النزيم بقى والرحلات والفسح، وكان ياخدني الملاهي واخواتي ونلعب ونتصور ونرجع ونتمرجح، حاجة جميلة وشوكولاتة بقى واللي أنا عايزه بطلبه باخده. يبقى في ناس كانت بتشتاقها لذكرياتها الحلوة. في ناس تانية بتشتاق لمرحلة الطفولة والصبا تخلصا من الواقع الذي يحياه. لما كبر بقى شوية بقى المسؤولية، اتجوز، خلف، بيربي، بيشتغل صبح، بيشتغل بالليل، فيقعد كده مع نفسه يقعد يفتكر الايه؟ الايام الجميلة بتاع زمان قبل الايه؟ قبل ما المسؤولية تحط عليه. الى ما يحتاج العلم؟ العلم بيحتاج لايه؟ اجتهاد، عزيمة صادقة التي تتحمل المشقة والعناء، الرغبة فيها والاقبال عليها بحب، الإيمان بدور العلم العظيم في الحياة. العلم بيحتاج كده. لو أنت عندك القدرة إنك تبقى مجتهد وعندك عزيمة صادقة وتحمل مسؤولية وعناء، هتبقى حد يعني من علمائنا اللي بنفتخر بيهم. يا رب نشوفكم كلكم كده إن شاء الله. ما الذي لا يبارح خيال الشاعر ولماذا؟ إيه اللي مش عايز يسيب خياله؟ برضه ممكن تقول ده سؤال متكرر بس بشكل تاني. اللي لا يبارح خياله عهد الطفولة وبراءتها، لأن فترة الطفولة نعم فيها الشعر بإيه؟ براحة البال وأقبل فيها على طلب العلم. نفس إجابات ممكن سؤال اللي خدناه قبل كده، ولكن بيختلف شكل السؤال فبنجيبه أشكاله المختلفة.
وبعد ما استعرضنا مع بعض احداث النص شفنا قد ايه مرحلة الطفولة بتكون عامل مؤثر في تكوين شخصية الانسان وتكوين حياته بعد كده ان هو يبقى شيء عظيم في الحياة. تابع معانا على قناة الاسكولا، ادخل بس على القناة قائمة التشغيل هتلاقي كل دروس الترم الاول، وما تنساش تحت الفيديو في رابط اختبار تفاعلي، شوف جرب وحل واشوفكم على خير.